هذا هو الشيء ديال السكر، وهذا العسل. لقيت وين ساكن في واحد الجيست هاوس، في هذه المنطقة عندهم واحد الفطور، عندهم واحد الخبزة بحال الملي، وشنو سميتها؟ ملوى. هذا هو الشكل ديالها، كيزيد لها شوية ديال السكر، وهذا العسل. بصراحة جربتو البارح، عسل ناضي. لقيت وين ساكن في واحد الجيست هاوس، الديكور ديالو ناضي صراحة، غادي نقدر ندير عليه ريل هذا. جيست هاوس ساهل ريل، وداكشي اللي بغيت نوريكم كاين لداخل، المهم غادي يكون يوما بالليل وقيله.